خلينا بقى نروح لزميلتنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره ونورهان طمان كده تطلعنا على اخر الاخبار والاجواء هناك عامله ايه. نورهان صباح الخير، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من المقر الرئيسي بالجزيرة. يمكن في الساعات الأولى لسه ما فيش حضور جماهيري كبير قوي في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولكن العمال استعدوا يعني باستقبال الأعضاء بصورة كبيرة جدا، طبعا مع أخذ في الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللي نص عليها بروتوكول وزارة الصحة لمنع تفشي فيروس كورونا. درجة الحرارة العظمى هنا 36 والصغرى 24. محيط النادي شهد سلاسة مرورية إلى حد كبير، رغم أنه النهاردة طبعا الحد ويمكن المرور ما بيبقاش زي الأيام الأجازات الرسمية. كمان خلينا نروح لأخبار الفريق الأول لكرة القدم. منح المدير الفني رينيه فايلر راحة سلبية للاعبين بعد مباراة أو بعد تعادل الفريق امبارح أمام المقصة في الجولة 28 من بطولة الدوري، وده هيكون استعدادا لمواجهة نادي مصر يوم الأربعاء المقبل ان شاء الله في الجوله 29، رغم طبعا زي ما احنا عارفين ما حسمنا لقب الدوري رقم 42. اما بقى على صعيد الالعاب الاخرى، فسيدات الطايره هيواجهوا النهارده الجزيره في نص نهائي كاس مصر الساعه 4 على في صاله الشرقيه للدخان. وكمان طبعا بقى استكمالا للحديث عن السيدات، لسه طبعا اصداء فوز السيدات بدوري سوبر السله هنا في مقر النادي طبعا بتعم البهجه بعد طبعا تغلبهم على سبورتنج وتحقيقهم انجاز كبير جدا بتحقيق دوري سوبر السلة. أما رجال الطايرة فهيواجهوا غدا الزمالك الساعة 2 على صالة نادي الصيد في 6 أكتوبر أيضا في نصف نهائي كاس مصر. تقريبا دلوقتي خلصت تدريبات السباحة اللي بدأت بدري جدا الساعة 5 الفجر تقريبا، كان في تدريبات النهاردة في مقر النادي وخلصت الساعة 10. من بعد 10 هيتم استقبال البراعم والمدارس الخاصة هنا في حمام السباحة في النادي. كمان خلينا نقول انه طبعا اجواء يعني الفوز بالدوري هنا في مقر النادي كبيره جدا، ويمكن الاعضاء حتى وان كانوا مش كتير ولكن يعني لا زالت اصداء فوز بالدوري كبيره جدا داخل النادي هنا. دي هنا كانت ابرز مشاهد واخبار النادي من مقر الجزيره. شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. شكرا ليك يا نورهان مراسلتنا، مراسله قناه الاهلي، وان شاء الله احنا برضو على مدار اليوم متابعين مع حضراتكم وهننقل طبعا لحظه بلحظه الاجواء والاحتفال والناس حاسه بايه وكل الكلام ده. شكرا ليك.